السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الرد على من يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى خارجي على الخلافة العثمانية، وأنه لم يكن يدعو للخليفة في صلاة الجمعة كما يذكر بعض المؤرخين، وأن الشيخ محمد كان يقول إن الدعاء لولي الأمر في الخطبة بدعة؟ أولا، قول أنه الشيخ ينسب إلى الشيخ أن الدعاء في الخطبة بدعة هذا كذب. الشيخ ليس له كلام في هذا، بل إنه يدعو لولاة الأمور بالصلاح والهداية. وأما أنه خارج على الدولة، الدولة ما استولت على بلاد نجد. بلاد نجد بيد أمرائها، كل مدينة وكل قرية عليها أمير يحكمها، وليس للترك عليها سلطة. فهو لم يخرج على الدولة، لم يخرج على الدولة، وإنما دعا إلى الله ودعا الأمراء الموجودين، فهداهم الله واتفقت كلمتهم واجتمعت كلمتهم على قبول الحق. نعم.